الابتسام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي. موضوعنا عن استخدامات الليزر في طب الفم والأسنان مع ضيفنا الدكتور سامر دعدوش، اختصاصي أمراض اللثة في مركز شارم الطبي بدبي. للتواصل عبر الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. أيضا من يرغب بالمتابعة عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام نور دبي راديو، بإمكانه أيضا التواصل وإرسال أي استفسار أي اقتراح. مرحب بضيفنا الدكتور سامر. السلام عليكم دكتور سامر. عليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير. يا مرحبا. طبعا الاستخدام بالنسبة للليزر، استخدامات عديدة بالنسبة للجسم. كنا نتكلم قبل قليل مع ضيفتنا الدكتورة منال عن استخدامات الليزر في طب الجلدية والتجميل، وأيضا هناك استخدامات للليزر في الأمراض النسائية، في أيضا العينية، في يعني أقسام مختلفة أو أعضاء مختلفة من الجسم بما في ذلك في الفم والأسنان. ما هي استخدامات الليزر في طب الفم والأسنان دكتور؟ تمام. بالنسبة للليزر بطب الأسنان هو عبارة عن نوعين، المعالج بالليزر منخفض الاستطاعة أو المعالج بالليزر عالي الاستطاعة. الليزرات منخفضة الاستطاعة أو الديود ليزر هي عبارة عن معالجة بالليزر السوفت ليزر أو الليزر اللين أو التحريض الحي، فهي بتساعد على تسكين الألم، بتستعمل كمعالجة مضادة للالتهاب، مسكنة مرممة للنسج في حالات اضطرابات عضلية العصبية والمفصلية، بتساعد على تسريع شفاء الجروح وضوط تسكين الألم. أيضا بالليزرات البيوت ليزر يمكن استعمالها في بعض الحالات بإجراء قطع اللثة أو تحديد اللثة وقطع النزف اللثوي، وفي حالات تحريد اللثة أو تبعيد اللثة قبل إجراء الطبعات لتركيب القشور الخزفية أو تركيب الفيجان والجسور. في عن النوع الثاني هو الليزرات العالية الاستطاعة اللي هي تستعمل معالجة النسج الرخوي والصلبي، يعني تستعمل معالجة اللثة والنسج حول السنية، تستعمل بمعالجة الأسنان والعظم السنخي. هي بعض الأنواع هي الليزر الإربيوم، وفي عنا الإيرجيوم كروميوم، هي مصطلحات طبية. ما يعرف عنه إنه دوتر ليز. دوتر ليز هو عبارة عن جهاز ليزر مع الماء بيحول طاقة الليزر لحرارة مرتفعة تحدث تبخر بالنسج بالمحتوى الماء الموجود بالنسيج. هذا التبخر المجهري بيزيل طبقة رقيقة من النسج بطريقة الكشف السطحي، فهي تعتبر طريقة دقيقة فعالة ما فيها ألم عند الاستعمال أو الألم بالحد الأدنى، خلينا نقول نعم. طريقة محددة، فإلى عدة استعمالات ممكن تستعمل بالمعالجة حول السنية والمعالجة السنية والعظمية. في المعالجة حول السنية مثلا بجراحات اللثوية ممكن إجراء شرائح لثوية، ممكن إجراء تحديد اللثة، قطع اللثة، ممكن إجراء توريد اللثة وإزالة تصبغات اللثوية، ممكن تخسير المناطق النازفة من اللثة أو بعد أخذ طعوم لثوية، نعم تخسير النبضيات حتى ما يصير فيه نزف عليه، ممكن إجراء تطويل التاج السريري، هذا إجراء يستعمل إذا كان في عنا تاج السن قصير وبدنا نحط عليه تركيب نطوله شوي، ممكن تطويل التاج إما بقطع اللثة فقط، يعني تطويل التاج السريري بالنسج الرخوي، أو أيضا بإزالة جزء بسيط من العظم وجزء بسيط من اللثة، فبيصير تطويل التاج بعدين بيصير فيه تركيب سواء أن الفينية أو القشور الخزفية أو اللجان والجسور. ممكن إجراء أيضا قطع اللجام. اللجام أحيانا بيكون اللجام الشفة بيكون مرتفع، ارتكازات عضلية مرتفعة تؤدي لشد اللثة وفيما بعد حصول انحسار اللثة، فممكن إجراء العملية بواسطة الليزر. ممكن خزعات، أخذ خزعة طبعا بالليزر، ممكن تجريف الجيوب اللثوية، أيضا كشف الزرعات في مرحلة تكون مرحلتين الزرعة، مرحلة أولى وضع الزرعة، المرحلة الثانية بعد 3-4 أشهر كشف الزرعة وتعويض عليها، ممكن إجراء الكشف واسطة الليزر.
طيب يعني استخدامات حقيقة عديدة متعددة للليزر في طب الفم والأسنان، ومنذكركم بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. أيضا بنرحب بمن يتابعنا على الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف، وأيضا طبعا يمكنكم طرح أي استفسار أي اقتراح عبر الإنستغرام، ونحن بدورنا نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة. طبعا كافة الأسئلة التي تردنا حتى لو لم يكن لها علاقة بموضوع البرنامج لهذا اليوم، نقوم نحن بتحضير مواضيع لكي نستفيد منها وأيضا نفيد الآخرين في الأيام القادمة إن شاء الله. دكتور، أنت ذكرت يعني عدد من الأمور فيما يتعلق باستخدامات الليزر. قطع اللثة، يعني ما السبب؟ من هو المريض المناسب؟ ما هي الحالة المرضية حتى نقوم باستخدام الليزر لقطع اللثة؟ تمام. هلأ في قطع اللثة في حالات استطبابات، واحدة منها أحيانا يكون في ضخامات نسوية مرضية ما زالت المعالج، يعني ما راحت المعالجات التقليدية مثل تنظيف أو تسوية الجزر أو إعطاء مضامد ومضادات حيوية. فبتكون صار في عنا ضخامة نسوية تليفت، صارت ضخامة نسوية ليفية مزمنة، يعني بتأثر على الشكل تبع الأسنان، بتأثر على الوظيفة، بتأثر في صعوبة صار لتنظيف الأسنان، بتساي في التهابات مزمنة دائما، بتساي في جيوب نسوية طبعا. فهي ممكن أحد الاستطوابات بإجراء قطع اللثة. نعم. في إجراء ثاني هو قطع اللثة التجميلي أو تحديد اللثة. إذا كان في عنا حالة بدنا نساوي فينير أو نساوي تيجان الأسنان الأمامية. نعم. وفي عنا اللثة ما لها منتظمة أو في عدم تناظر بين الطرفين، ممكن إجراء تحديد اللثة بواسطة الليزر. طبعا في له فائدة، يعني نحن بنسأل ليش عم نحن نستعمل الليزر، يعني شو الهدف من استعمال الليزر؟ لأنه في طرق تقليدية لإجراء جراحات. طبعا بالمقارنة بين الطرق الجراحية التقليدية بالمعالجة وطرق بالمعالجة بالليزر، فالليزر أول شيء أقل نزف، الألم أقل، كفاءة أسرع، عقامة المنطقة أو الجرح بعمل جراحي مؤكد. هذا الأمر بيساوي راحة للمريض، يعني فترة الشفاء بتكون أقل، فترة الشفاء بتكون مريحة أكثر للمريض، ما في ألم. في إجراء قطع اللثة ما في داعي لإجراء خياطة أو إجراء ضماد لثوي. ففي حالات تسهل على المريض فترة الشفاء بعد العمل الجراحي. فالاستعمال الليزر هو عبارة عن وسيلة فعالة، وسيلة مريحة للمريض، سواء أثناء الإجراء العمل الجراحي أو بعد العمل الجراحي لفترة الشفاء. نعم، إذن نتائج أفضل يعني بتأثيرات أقل، لكن دائما نقول لابد أن يكون هناك طبيب مناسب، مريض مناسب، جهاز مناسب، أيضا يعني تجهيزات كاملة مناسبة حتى نحصل على نتائج جيدة، والهدف الأساسي دائما هو سلامة المريض بشكل أساسي. إذن منذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. أيضا على الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام نور دبي راديو بإمكانكم إرسال أي استفسار أي اقتراح أي ملاحظة، ومنرحب بكل من يتابعنا أيضا على الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام. بعد الفاصل منتابع حديثنا مع الدكتور سامر عن استخدامات الليزر في طب الفم والأسنان. السلام عليكم دكتور سامر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت دكتور سامر أيضا ما يتعلق باللثة غير موضوع قطع اللثة، ذكرت موضوع توريد اللثة أيضا. ما هي الأسباب دكتور، يعني لماذا نقوم بمثل هذا الإجراء؟ تمام. توريد اللثة الحياة يكون في تصبغات أو تلونات مائلة للون البني أو الأسود على اللثة، أحيانا بيكون منظرها ما له كثير مريح للمريض. في عدة أسباب الحياة، واحدة منها أسباب وراثية، واحدة منها التدخين، واحدة منها استعمال أدوية ملونات ممكن تلون، أو شرب القهوة بكثافة كثير بدون عناية فموية لفترة طويلة، واحدة منها بعض الاندخال بعض الذرات المواد مرمية مثل الأمل الأمل بسموه وشم الذرات المعدنية داخل اللثة،
ففي عدة أسباب بتساوي هاللون هذا باللثة. التوريد اللثة كان سابقا يجرى بشكل جراحي، إما بالمشرط أو استعمال أدوات الدوارات توربين. طبعا الشفاء كان يأخذ وقت أطول، كان في نزف، كان في ألم، كان في تورم. الحالة يعني المعالجة كانت ما لها مريحة للمريض. نعم. حاليا بوجود الليزر المعالجة أسهل، المعالجة بتصير بجلسة واحدة، تخدير سطحي بسيط وبدون تخدير بالإبر، حتى ممكن استعمل بخاخ تخدير موضعي سبري. بتصير بكل يعني الفكين ممكن نسويهم العلوي والسفلي بنفس الجلسة، وبياخذ المريض نتيجة فورية. يعني الطبقات تروح فورا. طبعا الشفاء بده وقت، لانه الهدف انه ازاله طبقه البشره، لانه الخلايا اللي بتساوي التلون هي موجوده بالطبقه القاعديه من البشره، فلازم نشيل طبقه البشره اللثويه. بصير في تولد جديد لطبقه جديده بشريه. بس طبعا البشره اللثويه اسرع نتج شفاء بالجسم الانسان. استعمال الليزر بدون ألم، ما حكينا تخدير بسيط. الجرح يكون معقم، لأنه أثبت الدراسات أنه استعمال الليزر بيخفف أو بيقضي على الجراثيم موجودة بمنطقة العمل. نعم. يكون في داعي لاستعمال مطهرات أو معقمات. فترة الشفاء في استعمال الليزر تكون أقل، لأن العمل بيكون محدد وبيكون مدروس، وما بيكون ضرر على النسج العميقة، يعني استعمال سطحي بالنسبة للليزر. وفترة الشفاء بتكون أريح، لأنه ما بيكون فيها الألم بعد المعالجة يعني. طيب، أيضا ذكرت دكتور موضوع نزف اللثة، هل كل نزف لثة يستدعي العلاج بالليزر؟ ما هي الأسباب وأيضا ما هي طرق العلاج المتاحة والمتوفرة لنزف اللثة؟ نزف اللثة هو عبارة عن مؤشر لوجود التهاب دسم، يعني أحد المؤشرات اللثوية هو نزف، إما النزف عند الصبر شوف عمق الجيوب، أو نزف العفوي. وقت يكون في نزف اللثة معناتها في التهاب، بد معالجة. المعالجة طبعا تبدأ بتنظيف اللثام، وبعدين تتطور لتسوية سطح الجذر، للتجريف اللثوي، أو لإجراء الجراحات في حال كانت المعالجات الأولية غير كافية. نعم. سابقا كانت المعالجة تتم بالأدوات اليدوية أو بالأدوات الأمواج الصوتية لتجريف لتسوية سطح الجذر والتقليح. وبعدين في الأدوات اليدوية للتجريف اللثوي، هو الهدف إزالة البشرة من ضمن الميزاب اللثوي وإعادة ارتباط بين اللثة وبين سطح السن. لكن هذا الإجراء كمان في نزف، في ألم، بده تخدير، فترة الشفاء طبعا أطول. حاليا وقت استعمال الليزر يكون الأول شيء الإجراء أسرع، يكون ما في ألم، يكون سيطر على النزف أكثر، خاصة إذا اللثة محتقنة وفي التهاب شديد وقوام اللثة بيكون سنجي مائل للنزف بشكل أكثر. فالسيطرة على النزف تكون أحسن بموضوع الليزر. وأيضا مثل ما حكينا الدراسات أثبتت أن استعمال الليزر بيخفف من وجود الجراثيم في منطقة العمل الجراحي. طبعا المناطق اللي بيجيها الشعاع الليزر مباشرة حتروح فيها الجراثيم نهائيا، لكن في مناطق بيصير بفلا تأثير، يعني شعاع الليزر مو بس مكانه، بيجيله بامتداد بالنسج المحيطة بالعمل. نعم. أيضا ذكرت الاضطرابات الفكية دكتور. الاضطرابات الفكية الصدرية واضطرابات المفصل. نعم. في أحيانا في عدة أسباب، طبعا واحدة من الاضطرابات العضلية، يعني يكون في تشنج عضلي. طبعا في طرق معالجة تانية، هي استعمال إذا كان في مريض عنده صرير ليلي مثلا، يستعمل الواقية الليلية أو النايت جال. نعم. بس إذا كان في عنده تشنج المريض أو ألم بمنطقة المفصل، لأنه السوفت ليزر هو عبارة عن استعمال كمضاد التهاب ومرخي للعضلات، فبيساعد على الشفاء المفصل أو يريح المريض من أعراض اضطرابات المفصل بشكل كبير. طيب، هذه الاضطرابات بالنسبة للصرير أيضا، هل هي يعني بدرجة واحدة أم يعني درجات؟ وأيضا مثل ما بنعرف موضوع الصرير، يعني قد يكون لدى الصغار قد يكون لدى الكبار دكتور.
تمام. الصرير اللي له يعني الكزع الأسنان يعني تمام. تمام هو بيزداد غالبا بيكون ليلي لأنه المريض ما بينتبه بيكون ده شعوري يعني بيصير ما هو بيصير بتحول لعادي يومي وبيكون في درجات ممكن صرير بسيط وممكن صرير شديد. صرير شديد حتى بيأثر على الأسنان نفسها يعني بيصير الأسنان بيصير فيها احتراء بيصير فيها تكسر بيصير فيها بالإضافة للمشاكل نقص الفك الفضلي ومشاكل العضلات. فبهيك حالة يفضل وضع واقية ليلية اللي هي نايت جارد بشكل دائم بالليل حتى نحمي الأسنان أولا ما يصير فيها تكسر يعني للأسنان أو احتراء وحتى نريح العضلات ونعطي فرصة لشفاء نقص الفك الفضلي. نعم طيب طالما يعني نتحدث بشكل أساسي على اللثة ما هي العوامل كيف يمكن أن نحافظ على صحة اللثة ومثل ما بنعرف طبعا بالنسبة للثة دور مهم جدا في الحفاظ على الأسنان وأيضا عدم حدوث ما يسمى بتخلخل الأسنان أو حتى فقدان الأسنان دكتور سامر؟ تمام بالنسبة للثة في إلى أهمية كثير كبيرة خاصة أنه في دراسات عم تروض بين وجود التهابات اللثة والتهابات شقق القلب أو صمامات القلب. نعم. ففي علاقة بين أمراض القلب وبين أمراض اللثة خاصة نحن نحكي عن اللثة الملتهبة غير المعالجة يعني نعم المهملة يعني المهملة تمام نعم. فلذلك العناية بالصحة اللثة والأسنان كثير مهمة للصحة العامة للجسم. أهم العوامل بالعناية بالصحة الخموية هي تنظيف الأسنان بشكل يومي منتظم بشكل دوري استعمال وسائل العناية الصحية سواء فرشاة الأسنان معجون الأسنان الخيط السني مهم جدا في استعمال المضامد الفموية المعقمة في استعمال البزاز المائي مثل الوتر بيك أويو ثالث الفضلات والترسبات الموجودة بين الأسنان. طبعا الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كثير مهمة لأنه كثير المرضى للأسف بيعملوا هالموضوع هذا وبيشوفوا أنه نحن أسناننا ماشي حالة لا هي بدها فحص دقيق لأنه في أحيانا بتكون ترسبات بجوز المريض ما ينتبه لها بجوز يكون في التهابات بجوز يكون في جيوب لسرير المريض ما كثير ينتبه لها بتبين بالفحص السرير والفحص الشعاعي عند الطبيب. فإذا زيارة دورية لطبيب الأسنان كثير مهمة لأنه إذا كان في بداية التهاب أو في حالة مرضية فمعالجة ببداية الحالة أسهل ما نهملها ونضطر لمعالجات أصعب ومعقدة أكثر أو نخسر الأسنان لا سمح الله بسبب الأهمال هذا. نعم بدي أحكي بس عن موضوع عندي اتصال لو سمحت لي عندي اتصال من الأخ أبو يوسف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك تفضل. مرحبا. الله يسلمك. سؤالي بس للدكتور أنا عندي في الفم عامة يعني عملت فكسات في الفم عندي حكة كده دايما أحس بحكة يعني فرحت الدكتور اسنان وشيك على اللثة يعني أمورها تمام يعني ما فيها أي شيء والحكة دي عندي مزعجة جدا يعني فشو المشكلة يا دكتور الله يبارك فيك يعني. تفضل دكتور سامر. سمعت انه في حك يعني عالي من حكي بالاسنان نعم واللثة يعني اللثة سليمة اللثة طيب تمام. بالنسبة للحكي هي عبارة عن يعني شعور معدل من الألم يعني الحكي هي سبب ألم بس بشكل حكي نعم. عرفتوا السبب بده فحص دقيق ممكن يكون في عندنا جيوب لثوية لأنه جيوب لثوية إذا كان موجودة أو جيوب تحت حول سنية يعني أعمق أو تحت العظمية ممكن أحد الأعراض هي تساوي الألم مبهم ما بيكون ألم واضح محدد بيشعر المريض بميل للحكي ميل لإدخال شيء أجسام تحت اللثة يعني مثل توسبيك مشان يخفف الاحتقان الموجود فلازم يكون في فحص دقيق للحالة لنعرف شو السبب. غالبا بيكون السبب احتقان لثة وجوب لثوية موجودة بدها معالجة بدها تنظيف دوري بدها إجراء صور شعاعية لنتأكد من سبب الحالة الحقيقي والمعالجة المناسبة. الكلام واضح أخي أبو يوسف. طيب يبدو فصل فنتمنى لك الصحة والسلامة. طبعا الوقت انتهى وكل الشكر للدكتور سامر دعدوش اختصاصي أمراض اللثة بمركز شارم الطبي بدبي. دكتور سامر شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا.